ثقافة ما ننسى وش الكورة وطن الاثنين قاعدة ياسر مقبولة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة وطن الاثنين قاعدة ياسر مقبولة نحالك من الخمة يجي تفرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتيك لما عالمية للا عالوطنية قاعدة ياسر مزيانة زابي إيجا بحفانة فن وثقافة ما ننسى وش الكورة وطن الاثنين قاعدة ياسر مقبولة ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يا خويا أغلى من العين سلم لي على الدار تراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي من الفرجة قلبي ذاك والصبر نجيبه منين ريحة لي بلادي يابا 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 أغلى من العين يابا يابا ريحة اسميني يابا يابا ريحة البلادي يا أخويا أغلى من العين اهلا وسهلا ومرحبا بكم انتم في اللماتو بدينا برنامج انا با بيانفنو انا سيف نتفاهموا فيها شفتوا كيفاش فرحان بيا ميرسي سيف تشادوا في اللماتو هذا هو البرنامج اللي يجي من الاثنين للخميس السبعه نتاع العشيه توا لازمني نقعد ونسلم على ضيوفنا مرحبا بكم حاضره معنا اليوم زهور الشعري فادي فتحي وعازف العود حاتم الزيلي مرحبا بكم يا جماعه بيك مرحبا صباح اموركم صباح صباح حلوه اول ما بديتوا بريحه البلاد فرانشمون وما اعازش من ريحه البلاد ندخلوا في يس ندخلوا في الرسميات احنا توا باش نحكيوا شويه على الفن على تجربتكم ساعه في برامج صناعه النجوم انت زهور شاركت في ارب ايدل مش هكا اي احكي لنا شويه على التجربه كيفاش كانت تجربة السؤال هذايا شيخ بالضحك ايش صار لك برشا حاجات اكيد معناها تجربه حلوه علمتني برشا حاجات احتكيت بالساحه الفنيه في لبنان وحتى في تونس عرفت نجوم كبار فرقه كبيره واو شفتوا حتى صحافه كل شيء اي خليت معناتها علاقات معاهم باش انك تنجم تخدمك من بعد في مشوارك الفني خليت علاقات اكيد لكن الفن صعيب شويه معناها هي فرصه سونس برودكسيون ماركتينغ اي تشاطر هذا صح ولا كيفاش الله ما عندناش ناقصه برشا لشركه الانتاج دولي عندنا شركه واحده وبصراحه اهم حاجه وكون الفنان يكون وراه شركه انتاج تحضر له كل شيء يعرف كان يدخل استوديو يغني ولا مثلا انا درنير مو عملت كليب يعني ما نحكيلكش المجهود الاضافي اللي عارفينه هما ما نعملوش معناها كان جات وراك برودكسيون تمشي نهار التصوير معناها تبدا محليك حاضر مرتاح نفسانيا حتى ما تخلطش تاعك بالضبط دونك تولي تعمل دوبل ايفور وتولي تعمل حاجات نورمال ما تعملهمش كيف الاغاني اللي عملتهم زاد معناها تتصل انت والمصروف زاد سورتو ديما الفنان هو اللي يعمل كل شيء دونك احنا في تونس نعملوا كل شيء نعمل كل شيء وفي معناتها برامج صناعه النجوم الممنوره وعندكم ولات علاقات شخصيه ولا وليتوا معناتها يكون عندك حد قريب لك ياسر اللي ينجم يعاونك معناتها حتى نهار اخر تو انت ما نعرفش انا بيرسونيلمون صححت مع شركه انتاج لبنانيه وبدينا نخدموا هي جديده حلت شركه السعد بدينا نخدموا عملت ديو انا وفنان لبناني سوبر ستار مرعي سرحان عملنا حس الوجع
ايه تو دانكو ما عرف شنو اللي صار بين بعضهم هما شركاء وقصوا الشركه. جات في راسي. جات في راسي انا واللي تبنيهم معايا كو. داكور بي سمعنا حويجه من اللي شاركت بهم قبل في عرب ايدول غنيات بي بي ما سمع حاجه لك خير تقولي لي عاد. قل قل ويتبع فيك يغزل لك يقول لك بربي باش تغني. هنا هنا هذيك علاش؟ قولوا بلي ذاك يا خالد غنيت شارك لا لا أسف برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي جاوبها جوستومون لازمك تجاوبها مقبلي وانت بالله علينا نحن هاي برا من الحجاز بيتي سؤال بلا سبب تزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح لا معك ينفع عتاب ولا ملا وين أسافر عن عذابك وين أروح انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء كل شيء انا مولع
أنا مولهان أنا دنيا من الولا محتاجك أبي أنا متعبان أنا شوفني متعبان أنا دنيا من التعب راحتها إيديك وأنا ناقص حب ثاني أجرح منا وعاني أنا ناقص حب ثاني أجرح منا وعاني الله يرضى لي عليك. يعطيك الصحة فادي كل المشاهدين اللي تحبوا تصوتوا بتعرفوا نحو يعجبكم ومش هكا وانا قراوا الحساب اكثر حاجه يتمنى المواطن التونسي التصويت صوتوا لي بربع على نور 8 فادي ابار انك معناتها تتعرف على الناس من ميدان الفن انهم يزيدوا يثريوا لك المسيره نتاعك الفنيه حتى في وسط الاميسيون هذيك كي تشارك فيها تزيدك حاجات طبعا انا هكا نسمعهم الكل يقولوا معناتها بالضبط هذاك صحيح خاطر انا مثلا شاركت في برنامج انتي ستار في قناة حنا بعل ومعناها عملت سيس باساج تقريب وكل باساج كنت الأداء نتاعي يتحسن علاش؟ لأنه فما نصايح نتاع الأسادة كي تركز معاهم كان كل معناها نصيحة بالحق تحاول تصلح تحاول تخدم عليها تتصلح وهذاك اللي خلاني معناها كل مرة بديت نقدم كل مرة نحسن لين وصلت في معناها في الفينال غنيت معناها بارفي معناها حتى الناس الكل معناها كي نرجع حتى انا نقارن بين الباساج الاول تلقى روحك تحسنت الى جانب هذايا واو الى جانب هذايا فما تستانس بالكاميراوات تستانس بالضوء تستانس بالجمهور بالجو تاع استوديو لانه مش كيما جو حفله كيما جو استوديو كيما جو راديو هذا اللي تربحوا من ديزيمسيون هكايا وما تستناش بعد باش يعطيوك معناها خاطر عندي مسؤولين يقول شعطاوكم بعد يكفي وكونوا قدموك للعباد وكونوا وزاد البحث منهم برشا حاجات بالضبط الاكسبيريونس اللي قلت لك عليها تتمثل في كونه تحسن ادائك في كونه تستانس باللومبيونس دونك ومن بعديك انت تعمل طون شومان معناتها بالضبط الخدمه تجي من بعد البرامج هذوما فوالا زهور كي خرجت من بعديك معناتها من البرنامج هذايا تحس قلبك وجهك تقول مازال عندي ما نتعلم تحس فما حاجه تبدلت والله انا حبيت نكمل في البرنامج أي. لكن باش نقول لك حاجه معناها ممكن ما قلتهاش قبل احنا الاكسكلوزيفيتي واو احنا من اول حلقه في عرب ايدل عارفين شكون باش يجي فينا علاش وعارفين شكون باش يخرج وشكون باش يقعد وكل شيء عندهم فما حسابات معناتها اي خاطر جوستومون انا واحده من الناس كمشاهده كي نبدا نتفرج ساعات نقول صوت هذا خير علاش ما قعدش معناتها يجي في بلاصته حتى هذاك فلسطيني وهذيك كردستانيه وهذاك مصري وسوري هذوما البلدان التصويت اهم حاجه فما سياسه اي جوستومون حتى التصويت حاجه انا ما نماش بالتصويت فما حاجه اخرى سامحني حمد نسال علينا زهور حكم التجربه نتاع زهور معناها المعامله بصراحه انا خاطر عندي اصحاب مشاو منهم زهور ما نحب نسالها هي دونك يقولوا المعامله ماهيش هيز كوميم ارتيست معناها كيف المعامله خايبه كيفاش معامله خايبه يقيموهم بكري مثلا يقيموهم في 8 تاع الصباح باش يصور 9 على 10 تاع الليل يظهر لي هذه هي نفس الحكايه معناتها يرجع في احنا ما عشتش انا لا استنى انا نتصور حتى ما عندك عليها فكره الحكايه هذيا لا ما عندكش نخلي زهور تجاوب باش نرجع لك انت شنو كنت باش تقول اما سامحني زهور معناتها تقوم الصباح 9 تاع الصباح تخرج لمين اي تلمون كل شيء يحبوه 10 على 10 يقيمونا الستة نتاع الصباح، الخمسة نتاع الصباح، نصوروا الأربعة نتاع العشية، ما عندهمش حتى مشكلة. وشنو تقعد تعمل من الخمسة نتاع الصباح حتى الأربعة نتاع العشية؟ شميتي على الآخر سيف من الخمسة حتى كشي الأربعة نتاع العشية؟ نقعد ناكل ونشرب قهاوي نحكي ونغني. بالله نقوم أنا الخمسة الصباح ولا نقوم؟ كل ما روحوا بيا. بيكم وين صح؟ خليكم في البيت. حاتم. هي كيما قالوا لك تجربة حلوة. ونيفو معناتها تتعلم كيف تحكي قدام كاميرا كيفاش تغني تشد ميكرو انت شاركت في حاجه كيف ما هكايا حاتم لا انا ما جوست حسب جوست اي ما تشوف اصحابك يمكن نشارك ما عادش انا عندي شويه هكايا زاد شويه غني حاتم اما على فكره هو ولد معهد العالي الموسيقى معايا مع زوج باهي حاتم لا مش ندلل عليك باش تغني لنا غنيه مادام شويه في اللايف زاد سايب العود كيفاش باش تعمل ماشي اسكو لو ميكرو باش لي دونك يا
يعطيك الصحة فادي. مشغول عليك مشغول مقدر شاهب عليك يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك مشغول عليك مشغول مقدر شاهب عليك يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك عليك مشغول لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك وكان عزايا اني بقابلك واكلمك واقعد وياك وبعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت ايامي ضيعت املي بالام وبنت امالك بالامي وزي اخبي وزي اداري وزي اخبي وزي اداري والوقت فض بي ولا انت داري اليوم هي ذكرى وفاة العندليب الأسمر أيوة. دونك انا جبي فو دوموندي باش تغنيو لنا غنية من غنيات عبد الحليم حافظ ايوا ومعناتها مع بعضكم سي سي بوسيبل ونحبوا الأغنية هذه نهديوها على فكرة لكمال الترودي وزوجته اللي هو عيد ميلادهم اليوم وهما متواجدين في المغرب ويتفرجوا فينا كل عام وانتم حيين بألف خير تحية لهم نعملوا حاجة عبد الحليم دونك تو نبدا نشوف تابعني استنى شو هي يلا سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا انا فيه غريب الليل يقرب والنهار روح وان لاقاكم حبيبي سلم أسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه وسواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جراني سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جراني وسني وسنين ولا دايب شو حنين
عايز اعرف بس طريقه منين. صحة احسنتم الطايرة ليلي يعطيكم الصحة. نشوفوا توا ريبورتاج الزهور ونرجع. اوكي مع الوطنية اثنين. السلام عليكم. جهور الشعري هي التي ينطبق عليها مثل ولد الفار يتلاها فار، فهي فنانة تنهجر من عائلة فنية، عائلة الشعري معروفة في الوسط الفني وعروقها ضاربة في تاريخ الموسيقى التونسية. والدها عازف موسيقى لكنها وعلمها أصول الفن منذ صغرها. نعم، أول إنتاجاتها كانت هو حبيبي، وهي أغنية تونسية مغاربية. لماذا ليست كوتيفوارية أو غانية؟ دائما تونسية مغاربية. من بعدها خاضت تجربة في برامج صناعة النجوم، وكانت لها مشاركة مميزة في برنامج عرب أيدول. ولماذا ليس غينيا أيدول أو غابون أيدول؟ دائما عرب أيدول. لماذا؟ حيث سطعت ولمع اسمها رغم انسحابها المبكر من التصفيات النهائية، وتوالت إنتاجاتها، وكان أولها أغنية وطنية تتغنى بالعالم العربي. ولماذا ليس العالم الإفريقي؟ لماذا ليس إيفواري؟ دائما العالم العربي. أغنية فيديو مع السوبر ستار مرعي سرحان. مرعي سرحان سوبر ستار؟ نعم، وهي من إنتاج شركة لبنانية. ثم الأغنية التونسية بربي وينو، أي يقول لها هو وينو، إلي هو، إلي هو، إلي هو، هو وينو. وأخيرا أحدث إنتاجاتها والتي ستقدمها اليوم في برنامج اللماتو، أغنية توم انجيري. توم انجيري جامع شكون توم وشكون جيري يا جهور، شكون توم وشكون جيري يا جهور. إن شاء الله ما يطلعش إيفواري ولا سينيغالي. كان معكم كهلا في الروبورتاج في برنامج اللماتو. مشاهدة طيبة للجميع. حاسين اني قصنا برشا حلوه هنا وقوي فزيتك هي تولي على شويه شربنا صح وبرحه. هذه هو مروان ماك، خدم ريبورتاج الزهور، زاد عرفت صح عليها اكثر. سمباتيك هكا تلميش من هوني من غادي. انا تغششت. بسم الله بسم الله على الزين. بسم الله عليك بسم الله عليك. لا فادي توا باش نرجعوا نحكيوا معاك. فادي تحكي لنا على جديدك، شنو عندك جديد ساعه؟ انا عندي عام ونص عامين من خرجت من البرنامج اللي قلت شاركت فيه. ايه. اول انتاج كان اللي مع الفنان شكري بوزيان. ايه. كلماته الحانو. ايه. غناية اسمها انت غير الناس. اما كلماته الحانو هو كلماته الحانو وهذا اللي معناتها فريمون ما صارتش هذا قبل. اي عمره ما عطى لغيره لحن الروح، اما اول مره يعطي لغيره. هذاك كان ايش صار؟ ايش صار؟ طويله شويه. هذه زين ولا دعوه الدين شو اسمه هذا؟ الفنان شكري بوزيان تفرج فيا في برنامج نتستار، كان موجود في اللجنه. ايه؟ وعد قال معناه باش نعطي الفادي غنايه من بعد ما غير حتى حد ما تبعه من الفينال من اللي احنا معناه في الباركين. قال لي جي للدار مبرف ونخدموها تري بيان. وهذا كاش كاين قعدنا جي 4-5 اشهر خدمنا الغنايه. تحيه ليه. تحيه ليه خاطر اول مره يعطي معناه الغير وكان لي شرف كبير ياسر. هو حل ثنيه. ايه؟ من بعد جات غنيه ليبيا مسافر ماي 2014. ايه؟ ومن بعديك عملت تجربه في الكلمات والالحان غنيه مغروره اللي هي. ايه؟ عملت لها. ايه؟ الكليب. ايه؟ اللبنانيه. لشكون هذا مغرور؟
شكون اضطر عليك يا خويا؟ شكون اللي بعد مغرور لازم تقشمها؟ ما تسحقش باش نذكروها. على عيني. هكا طول عطاها الكلاس. دونك بعد اغنيه مغروره جاتني اغنيه من عند الفنان نجم سلماني ملحن، كلمات بشير لقاني، اغنيه تونسيه رزينة اسمها حلمه. وتويك اغنيه مغربيه كلماتي والحاني زاده. والتعاملات الكل كانت مع محمد دقريتي. علاش كلماتي والحان؟ بون علاش ليبيه مغربيه؟ ما سمعتش ياسر تقول تونسيه. لا عملت جوز اغاني تونسيه، غنيت انت غير الناس تونسيه. ايه. وغنيت حلمه تونسيه، يعني من خمسه اغاني عند جوز اغاني تونسه. شويه زوز شويه، غطوا خمسه شويه ولا مش شويه يا جماعه؟ هيك بدايه هو شويه ولا مش شويه؟ هو شويه ولا مش شويه؟ شوف نفس البروبليم ديما نفس البروبليم. هي علاش خاطر تخمم بعديك في تسويقهم لبرا؟ معناتها ما تنجمش، ما تخاف لو كان تعمل البوم كامل تعرف شعبنا لهنا توحل، ما تنجمش الناس المتلقي في تونس. في تونس يمشي للبوم هكا بالغنيات، هما فما ناس تعمل استراتيجي لعنا الامكانيات باش تخرج بالاغنيه بالاغنيه، لعنا الامكانيات باش نعملوا البوم. لا الالبوم معناتها تنجم تنجح به في تونس، ولكن انت تقول لي علاش ما عملت مع برشا مع الالوان؟ المتلقي في تونس تعرف التوانسه معناها منفتحين على معناها يسمع اللبناني يعجبوه يفهمه، يسمع المغرب يتفاعل معه الاغاني الكل. دونك حبيت النوع، تبارك الله علينا فوالا، حبيت النوع ومن طون زيد نلوج اللون اللي باش نمشي فيه. فعملت الليبي، عملت المغربي اللي هي توا معناها بريسك حضرت، والغنيه زيد اللبنانيه، عملت التونسي الرزين والخفيف. اللي هي احسن حاجه، احسن فرانشمون خلينا توا من تونسي، ومعناتها هي احسن اغنيه بين اللغه تحس روحك مرتاح فيها اكثر. بصراحه لبنانيه، بصراحه باهي. ملا عم نعمل حاجه لبنانيه تحب؟ ما يسالش باهي. مغروره هذه باش غني منها شوي، وتحيه ليك يا مغروره. لا مش تحيه، لا تحيه، لا مش تحيه، مش تحيه. شنو تو لبناني ولا مغرور؟ لا من لبناني. باهي. مغروره ما تخرج لما تغنيها لنا. داكور، مغروره هذه عملنا لها الكليب ان شاء الله نهار 10 افريل، عندي كونفيرونس دو بريس وريسبسيون. هذايا لو 20 افريل ان شاء الله، لو 10 افريل نهار تاع ميلادك. فوالا، ونحبك كل موجود. نمشي واحد ان شاء الله في قدرة ربي. فوالا. ان شاء الله. يلا. لو عشت بعدي وبعدي بعد بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك، اوعى تنسى زماني. خليني ذكرى جميلة عندك، اوعى تنسى زماني. ما تقولش حبي واد وقت عدى ويوم خلاص عشنا، قول ان حبي حب غالي بس هي حياة، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القار، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلب الآخر. خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين، واللي كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين. يعطيك الصحة. الحكايه تو تاكو تاك راهو اليوم قبيلي طول، هو نقز على الميكرو قال لي باش نجاوبها. دونك فوالا سيدي نعملوا في اللبناني زاده. اي اهم حاجه الفيروسه. اوكي فيروس شو قلنا؟ يا قمر مشغرة، يا بدر واد التايب، قولوا ان
قام ضوي وقهر ليضال عز حدا وليسيب وجه ضي خبطة آدم كن على الأرض هالدارة انتو لأحبة وإلكن الصدارة خبطة آدم كن على الأرض مسموعة خطوة العز وجبهة المرفوعة يا حلوة اللي عالحالة عم توعى فعنقك العقد وفي ديك السوارة جميل 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 توا كنا بدنا نسمع في اصوات محلاها معناتها فادي وزهور وحتى حاتم كان نهار تخمم باش تغني اوكي ابدا اسمع في التجارب باش تعرف من بعد كيفاش تحط بديت بون تخمم برشا كيف في غنيات ومعناتها ونغني حتى هكا وحدي هاي يلا توكل على ربي بس حتى تدخل تاعك كيما يغني لو يغني ما هو ما يحبش حشيم هكا تو جوست شويه باش تراك حشمة هي اللي نورمال تو تستنى ولا بالحاسه شويه بشويه معناتها هي عاد قلت لكم تضيعونيش قلت لكم قلت لكم معناتها اصوات محلاها ومزيانه وكل لما بعد معناتها ما فيقوش بكم فاسيلمون ما نسمعوا لكمش فاسيلمون يا فما حاجات تصير على اليوتيوب ساعات تحل تلقى معناتها دي شانتور صوتهم مزيانين يقوموا يكومبوزي وحدهم والا يعاودوا يلغوفيزيت غنيات ويحطوا يهبطوا هالفيديو هذيك ويعملوا لهم برشا فيو ومن وقتها ينجموا يجيهم معناتها سبونسور ولا يجيهم حد يتلهى بهم ما خممتوش فيها الحكايه هذيا والا ما تجيش والا صعيبه ولا كيفاه. احنا انا بيرسونيلمون باش نحكي على روحي اغنيه موجوده على اليوتيوب وعلى السيت ويب نتاعي على الباج فيسبوك ولكن هذه ضربه حظ. انا نؤمن بالراديو ياسر معنا الراديو الناس تسمع تسمع تعاود وتسمع تنجح الغنيه يمشي على اليوتيوب يولي يعاود فيها بس كنا في لو ماتراكاج زاد ساعات غنيه تبدا بون صارت لي انا مش نقصد فيكم انتم ما راهو ساعات غنيه عندها لراس لاساس تيلمون ما تعجبنيش بالحق ما تعجبنيش ما تستهوينيش اما تيلمون نسمعها 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 نلقى روحي وحدي هكا ساعات غطسه في حاجه نغني فيها هذاك اللي صار هذاك المتركاج ولكن فما اغاني حلوه ياسر وما تتعداش بصراحه وهذا يشوف سي لا فوتاكي مش الناس الكل راه فما صحفيين معناها يجيبك يستدعاك يتلهى بيك معناها ويقدمك للعباد يعمل هو اللي عليه وانت من بعد الماده نتاعك اسكو باش تعجب العباد ولا فما بعض الصحفيين الاخرين اللي قعدوا معناها شادين في خمسه ست اسامي كبار في تونس ولا. يعني تحل تلقاه هنا تلقاه هنا تحل فريجيدير تلقاه من بعد تلقاه في بيت معناتها عنده برشا فلوس هذاك انت دونك قاعدوا بحق شادين في سته سبعه اسامي ما عندناش هذوك بركه اي هذوك وقتاش باش يقعدوا معناتها الفنان الجديد الصغير اللي عنده صوت اللي عنده زاد باك جراوند يا خويا جيبني انا علاش باش نقعد نستنى معنا 10 سنين اخرين باش نعمل اسم معنا وانا نفس توا معنا شبابي توا والجو هو توا معنا توا بحق واحد العطاء نتاعو تويك وقاعدين نخدموا. اي شو الحل؟ أنا خليني نقول هذا يا جماعه الحل الحل وكونه الصحفي الكل معناها نحكي على لي زانيماتور اللي عندهم معناها برامج كيما انت وكيما معناها يتلفتوا شويه يحاولوا يبحثوا. يبالك تقصير منكم انتوما زاد توا سامحني تقول انت جورناليست هوني نتغشش تراني توا لا 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 انا قلت لك كيف كنت يلزم يوريك كيف كنت معناها انت اليوم عطيتنا مساحه. ولا قدمت للناس والناس تحية الكريم التيفي زاد هو معدل البرنامج اللي عطاه المساحه وانه زاد لوج هذايا انا بالنسبه لي انا بيان سور معناها انت وكريم معناها نشكركم برشا على الاستضافه هذه ايوا انت ما غير مزيه والله مرحبا ويجي وقتها ما هي وليت مزيه وليت مزيه بالحق دونك تقول لي انت شنو الحل احنا نخدموا انا بيرسونيلمون معناها كل ثلاثه شهور اربع شهور نعمل في غناء وقال لي البروفيسيونيل نسجل في لافي برود معناها في اكبر استوديوهات في تونس نخدم مع موزعين كبار نخدم نجيب عازفين نخدم معناها نصرف على الغناء بالكدا معناها قاعد نضحي بحاجات باش نخدم اغاني وباش علاش كيما يهزاس لي راديو باغ اكزومبل علاش هاك الكونترا كان فيه برشا فلوس هذاك عليه باهي سامحني انتم كي تنجوا حاجه ما تحطوهاش على سيديات وتدوروا بها ما تعملوش لابورت لابورت تمشيو تدقوا البيبان يا هاوش عندنا جديد وفوالا باش باهي اوكي هزيت سيدي عاد هولي مره في راديو فلان فلتين باغ اكزومبل كهو اما باش تتعاود وتعمل لها الماتراكاج لا والله تبدا حاجه راهو قلت لك نخدموا على شيل بروفيسيونيل انا نحكي على روحي والله نحن نخدم معناها في اكبر استوديو معناها في استوديو اللي سميته انا معروف يعرفوه الناس الكل
ونتعامل مع محمد الجريتلي ونجيبوا اكبر عازفين في تونس. عمل المشاكل ببيبيسيتي زيد قسمي لا لا هاك معوش سميتو دونك احنا انا ندور معناها كي يحضر السيدي نعمل له الكوفرتور نتاعو ونخدمو نحطو فك تشوفوها معناها نعملو نهزها للراديوات. فما بصراحه الناس نشكرهم معناها مودي معناها مقدمين برامج يقول لك تفضل نهار الفلين نجي حضري. فما اللي يقول لك يخاف يا خويا هو يحب يجيب فيديت معاه معناها معروف ياسر باش ينجح حصته. يا خويا جيبني انا وياه وخلينا زوز نغنيو والناس تضحكوا بيه نبدلوا جو خاطر سي حسيت روحي انا بديت الموضوع غفتوني غفتوني على الموضوع الناس الفنانين الكل معنا ديما نفس الموضوع يا بون نصور حتى الفنانين الكبار عندهم نفس المشكله راهو نتاع التوزيع ونفس المشكله نتاع البرودكسيون مالغري فما ساعات فما ناس ايزي عندها فلوس اما تقعد ديما مشكله انها كيفاش توزع الاغاني نتاعها وكيفاش توصلوا سواء في تونس ولا حتى غير تونس. فما اللي عمل الاسم ولا معناها ما عادش يخدم وقف غادي معناتها فما باش تختاروا لنا اغنيه اخرى نغنيوها بعد الاغنيه هذه باش نمشيو نشوفوا الريبورتاج عبد الحليم حفص. اوكي حبيت زماني لما رايتك وانا كنت مالي لما ناديتك وحبيت زماني لما رأيتك وانا كنت مالي لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ونور عليا شمعي لما هويتك لما زماني نساني كل اللي كان هل الحبيب وفاني وراح الحرمان غاب الفؤاد وطال البعاد ونور عليا شمعي لما هويتك. صحة برافو برافو. بون قلت لكم باش تفاجئوا في ريبورتاج في ذكرى وفاه عبد الحليم حافظ ما باش نخليوه نكملوا به اللمه نتاعنا تيلمون حاجه مزيانه. اما تو باش نكملوا نحكيوا معاكم انتوما معناتها ما تخموش انكم فو غروبي معناتها كي اللي ما تشوفوا المواهب اللي كيفكم الناس اللي عندها طاقه ابداعيه كيفكم تلموا بعضكم وتخموا باش نعملوا باش تعملوا باش تلعبوا بشده باش نعملوا قول لنا باش لا خاتيني دبلو انتم قولوا لي بربي وكان فما اقتراح فاتنا لا لا اسكت يدوري باش نسكت خاطر مش اقتراح فات شو صدقني ما تصورش قداش انا معناها نحكي على روح ونحكي نعرف صحابي معناها احنا توا هي تقول لك احنا اولاد المعهد العالي للموسيقى معناها وعاملين كونسرفاتوار معناها غزل الموسيقى كيفاش معناها مشينا لها من باب الكبير قريناها انا عملت 18 سنه مشيت خذيت بطاقه الاحتراف اي شهاده اي مهرجان نسمع به نمشي له قايمين بالواجب شنو هو اللي معناها الخيط اللي باش يعدينا للناس للمتلقي للجمهور للناس اللي في الشارع الناس اللي تفرج في ديارها هما صحفيين من خلال برامج من خلال كذا دونك اذا كان نحطوا اليد في اليد ونمنوا ببعضنا الناس الكل يعني الصحفي يمن يسمعك يا خويا نبعث لك انا فيديو تسمعه انت تقول هذه صوت حلو نجيبه ولا تحط واحد مانجر معناتها فريمون يتلهي بالاعمال نتاعك الكل يتلهي بالتسويق للبرودوي نتاعك مش هكا انا عندي برا كيفاش هم معناتها في الخارج البرا فما ناس بون سي نورمال انت باش تخلصوا اما شنو ياخذ بالبورسنتاج على قد ما انت تتعرف على قد ما هو تطلع فلوسه اي سا يظهر لي حاجه ناس تستثمر في الاصوات البرا هكا ولا هي صناعه الفنانين الكبار تو جيت فما بروبوزيسيون باش يعملوا كل الشركه معناتها فما شكون سال منشط تسالك قالوا علاش توا انتم كل واحد في عظمه كل واحد يصرف على الاغنيه ولا الالبوم نتاعو علاه ما تلموش هكا وتعملوا شركه كبيره فهمت
هذه أيوه مثلا كثير حلوه نفس الفكره اما شو يعملوا بعد واحد كيف يلموا بعد يعرسوا الوحده من عرفتوا في المعمل يخدموا بعد نعملوا شركه انتاج وعبيت مول وحده اللي وحده تولي مشاكل شكون باش نبداو به غنيته الاول ما عادش يبداو 8 9 من الناس صدقني معناها امانة اليوم شو نقول هاو فما عباد تسمع فينا عندها الفلوس استثمروا في المجال هذا كيما باش تعمل شركه نتاع بشكوت وكيما تنجم راهو تاخذ زوج ثلاثه فنانين كوره كوره فن شويه فن تاخذ زوج ثلاثه فنانين خير من شركه نتاع بشكوت كل اوم دافير يتبنى باغ اكزومبل فنان ولا زوج تتحل الامور والله لا ويربح لهم دفاع وتربح انت معناتها انت ومن جرتك هو فهمت اي تخموا معناتها الصعوبات هذه وانتم مازلتوا من الاول معناتها مازلت اول خطوه هذه تتسمى معناتها برشا صعوبات تخموا باش تكملوا فيه الميدان ولا يخوفكم ساعات تقولوا لا فك علينا تو نعملوا حاجه اخرى وكلهم يقولوا باش نكملوا فيه صحيح خلي خوف وباش نكملوا هنا الاراده انا بالنسبه لي انا تولدت معناها في عائله فنيه اللي هو بابا يغني دونك من اللي صغير معناها حطيت بوت اوبجيكتيف معناها قلت يلزمني نوصل واليوم صراحه مش كل شيء خايب راه في تونس بصراحه احنا مقبلين نحكيو على الخايب خاطر الباهي محصل ليه بون الباهي تحصيل حاصل ولا انا ما نسيتش نذكروا فيه ذكرنا بالباهي في تونس ما نسيتش فما عباد مدت لي ايديها الفنان شكري بوزيان الفنان نبيل زميت اليوم انا في الرشيديه معناها وقت البارح غنيت في باردو في باردو في وكانت حاجه بالنسبه لي انا معناها في ارتي كبيره ياسر انك شاركت فوالا بطريقتك انت فما بيت مديده في مسيره ضد الارهاب وعلى معناتها في الحفل في الحفل, حفل في الحفل زهور انت شاركت في المسيره ضد الارهاب ليه ما غنيتش شاركت بر اي ما غنيتش بون مشيت جوست كنت حاضره ومشيت للارهاب اكيد اي تتصور اللي توا معناتها حتى نرجعوا نربطوها بالتسويق معناتها انك باش تخرج حاجه يقولوا لي تونس ما نجموش نتعامل معها توا فنانين كبار ما ينجموش يجيوا يخافوا من تونس حتى انكم باش تقابلوا معاهم ليش ني يخافوا من ريت الارهاب في كل بلاصه تو انا في لبنان نحكي لك معناها كسرت لي انا قاعده في اوتيل نسمع في قنبله صارت معناها بعيد عليا كيما نقولوا زوج شوارع هلا عادي معناها عندهم يخدموا في الحرب في لبنان والناس في الاستوديوهات تخدم على رواحها دونك ماشي وبالعكس فما توا عباد معناها ما يجيو ما يخافوش والحمد لله معناها الضربه الاخرى اللي توجهت للارهابيين دونك اي تفرهد تخيل الامنيين نتاعنا ديجا يعطيهم العبيد ولا دونك الارهاب ماهوش بلاصتو في تونس في بلدان اخرى ينجم مش تاعنا فوالا مش مواتينا هو لا بالكل وخاطر انا نتصور باش يصير لهم احباب باش يتعقدوا لا واحد يجيو يلقاو التوانسه كيفاش معناتها كان لا قدر الله باش تعاود باش نعاودوا نفس اللي صاير معناها نفس المسيره وكل شيء باذن الله لا ابار مسيره نحب نهنيهم اللي احنا رانا ناس عايشه معناتها ناس تخرج وتسهر وتعمل كيف وتعمل جو ونتصور اللي هم باش يصير لهم شلل نصفي ولا حاجه انهم يرونا كيفاش نصلي واحنا في ازماتنا نتحدوا ونزيدوا نقويوا اكيد بالحق وتشوف معناها حتى تحركت الامور معناها بعد الضربه هذيك العباد تلفتت لبعضها وتلمت وفهموا اللي العالم واحد والبلاد واحده معناها فماش علاش قبل فاهمين هالحكايه وخليهم ديما الغلافات على جنب نتصور نخلي مشاكل انا ترى امبارح فرحت فما حتى علم تاع حزب معناها الناس الكل تلمت اي فوالا علامات كل بلدان نتصور السياحه السنه ان شاء الله باذن الله ما عادش تكون لي بوترب باهي نغنيو حويجه اخرى معناتها لتونس لبلادنا نغنيو لتونس نقولوا نكتب اسم بلادي تفضل زهور بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب بكتب اسمك يا تونس عالشمس الما بتغيب لمالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب يا دار الأوفى دار تلبلك إلا شعار يا دار الأوفى دار تلبلك إلا شعار تبقي عالدايم مضوي مزروع شمس ونار
العالي وقفوا الخيال وسيوف تلالي شمسك ما تغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. تجي قل لي ما خممتش انك تمشي بون انت شاركت على الصعيد المحلي في في برامج صناعه النجوم اما ما تحبش تخممش انك نهار تمشي تشارك في البرامج على الصعيد العربي؟ والله هو هي مسافة مختصرة كما تعرف، يعني أنا التو نخدم فيه كله عندي تو عامين لي باساج تاع تلاس ولي راديو كذا، وفما معناه فنانات ولا فنانة ولا فنان يمشي معناه يتعدى مرتين في الام بي سي يروح معناه تلقاه في أحسن البرامج وفي أكبرها. دونك هي مسافة مختصرة الحقيقة، نخمم علاش لا معناه هذا بيا، ولكن إذا كان باش تكون على حساب شوف الفنان تاع فراجيل حساس سنسيبل، واليوم نسمع من الناس يقول لك معناها يعيطوا عليهم ويقيموهم بكري كما قلت لك زهور. بصراحه سمعت حاجتها كيف ما حاجتها باش نحكيهم زاده. دونك اذا باش نتمس والا باش يهنتلوني كما نقولوا احنا بلغتنا نتاع كل يوم، دونك سي با لا بين، هنخدم على روحي ما يصيرش نقعد 10 15 سنه اذا كان باش نوصل للعباد بكم يلفو الوقت اللي يلزم نمشي. على فكره انا ديجا اتصلوا بيا ذا فويس وخليت لها ميساج واحد، معناها قلت لها وقت اللي تولي فما مصداقيه في التصويت وقتها نجم نشارك في برنامج. حاجه اخرى بعدها حاجه اخرى. هما يسون ميشون ما نكذبش عليك، معناها عطيتها ميساج جا قلتها في الصحافه وهبطت في تونس في اي ان شاء الله يسمعوا بها هما على قاعده صحيحه. شو يقدموا راه برشا حاجه برنامج هذوما كيما قلت لك، معناها يعرفوك بالناس تعمل علاقات يخرجوك للعباد يتفرجوا فيك 80 مليون ولا 90 مليون شوي يدخلوا فيك الفلوس هكاهم، ولا ما يضحش على حساب فنك وعلى حساب طبيعتك وعلى حساب حتى باش تختار اغنيه كرام ابسط حاجه باش تختار انت حاجه تغنيها. لا هما يختاروا لك كل شيء من لبستك من اغانيك من كل شيء. باهي يا زهور قولي شنو اللي عندك جديد؟ عندي توم وجيري اول مره تعدى الكليب معكم انا ان شاء الله ربي يكون مبروك عليا. امين يا رب. وعندي اغنيه تونسيه زاده قاعده تتوزع بربي فينو كلمات والحان مروان حاج ساسي وتوزيع رياض السلامي، وفما يد تمدت لي في لبنان قاعده نحضر في اغنيه كلمات نبيل افيوني عفوا محمد افيوني ابنه وتوزيع علي صفاء فموزعين لبنانيين وان شاء الله قاعدين يعاونوا فيا ومامنين بصوتي وبحضوري وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل عليك ان شاء الله. فادي بالنسبه لي انا كما قلت لك تويك الاغنيه المغربيه والكليب هو كليب اغنيه مغروره. الكليب هذا معناها كانت كيب فيها 16 معناها عبد وكلهم معناها دي بروفيسيونيل. خدمنا حاجه بصراحه تقرب برشا للي نبداو حاليا فهمنا فيه كشفوا في روتانا وكذا. احنا التوانس عملنا حاجه هكاكا ان شاء الله نهار 10 باش تكون لي كونفرنس دو بريس وريسبسيون باش يحضروا ان شاء الله صحفيين شويه فنانين باش يشوفوا باش يتم تقديم الكليب والاغنيه الجديده زاده. ان شاء الله من بعد يعديوه ان شاء الله. انا هاني عملت لهم حاجه كيما اللي عديوا فيها نتاع اللبنانيين، دونك ان شاء الله عديوا ان شاء الله ان شاء الله. بصراحه تعبت برشا في الكليب هذا، معناها 3 شهور معناها وصلت حتى في الليل ما نرقدش تخمام وتعب وتليفونات وباش نلم العباد. ربي يسهل الحمد لله كي شفت معناها البرودوي كيف خرج نسيت كل شيء. تري تري بيان هذيك هي فوالا الحمد لله. حاتم الاخر هي انا باش نعمل كيفهم ذا لي زاد مش تدخل تغني كيفهم هكا وتسلم بالقلايد مالا وخرج القرين تاللي فيه ولا تو قال لك يصرفوا برشا ميسالش انت من توا لم ان شاء الله باش نهار اللي تخلط وتخمم مليح سي ان شاء الله ان شاء الله تلقى روحك امورك واضحه باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل، نورتونا اليوم محلها قاعده تعديت في صفيصة وقت اللي يبدا عندكم اي جديد مرحبا بكم. احنا رانا نعدي ونفرحوا بكم برشا برشا ما غير حتى مزيع توانسه.